10,000 فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مسرعون للقاء أولى قبلتهم رغم التضييق الإسرائيلي والتفتيش الأمني. مدينة القدس والتي لا تزال مختبراً لتجارب إسرائيل التي أثبتت فشلها على مدار أسبوعين، ها هي اليوم تغلق باب حطة مرة جديدة في وجه الفلسطينيين. أمس تمكنا من فتح كل الأبواب ودخل المصلين من كل الأبواب، ثم ديدا الاحتلال أن يتعسف ويفرط في استعمال القوى المفرطة أغلق باب حطة. في ظل هذه الإجراءات الأمنية المشددة والمنتشرة في محيط البلدة القديمة ومدينة القدس، لكن لم تبطئ عزيمة هؤلاء الشبان الذين منعوا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وسيصلون هنا في الشوارع. هنا المئات من الشبان الفلسطينيين اصطفوا الواحدة تلو الآخر، هتفوا وقالوا سنبقى خط الدفاع الأول عن القدس. صلوا بالشوارع والطرقات وافترشوا هذه الأرض. صلاتهم هنا جاءت بعد منع إسرائيل لمن هو دون 50 عاما بالدخول إلى المدينة. مش راح تهبط من عزمتهم، هي زي ما أنت شايف العالم لسه بتيجي، مش بتروح هذا يعني قد ما يعملوا على الفاضي يعني. المسجد الأقصى هذا إنه مش راح نتخلى عنه. الله معاهم، إن شاء الله يظلوا ثابتين وصابرين، والله يحميهم، ونستدعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا كالأم اللي فاقدة ولدها يعني لا سمح الله، إشي يعني هذا بقلبنا عقيدتنا. مشهد القمع المستمر انتقل إلى بلدات القدس ومحافظات الضفة الغربية التي شهدت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. عشرات الإصابات بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام في محيط القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، وشهيد سقط برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش عتسيون جنوب بيت لحم بزعم تنفيذه عملية طعن، في وقت يؤكد فيه الفلسطينيون أن البوصلة متجهة نحو الأقصى ولن يقبلوا بأي تغيير سياسي وأمني. ثروة شقرة، القدس المحتلة، النيل. ثروة شقرة، القدس المحتلة، التلفزيون المصري. رغم هذه الإجراءات الأمنية المشددة والمنتشرة في كل زاوية من مدينة القدس، لكن رغم ذلك لم تبطئ عزيمة هؤلاء الشبان الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء الصلاة في الشوارع.